العملية التعليمية، قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال نسخة من قانون التعليم الجديد إلى نقابة المعلمين بعد انتهاء اللجنة المشكلة من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم من مراجعته. هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الأخذ في الاعتبار التوصيات التي تبديها نقابة المعلمين ونتائج الحوار المجتمعي الذي يدور حول القانون وبنوده تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه. ويأمل القائمون على العملية التعليمية أن يؤدي قانون التعليم الجديد لحل مشاكلهم وتحسين أحوالهم المادية والأدبية، وذلك انطلاقا من كون المعلم هو قاطرة النجاح في المستقبل وحصن مصر ضد التطرف والإرهاب، حيث يقع على عاتقه بناء رجال المستقبل وتنشئتهم على حب الوطن والتضحية من أجله. وتضمن قانون التعليم الجديد على عدد من التعديلات الخاصة بالمعلمين وخريجي كليات التربية والإخصائيين، مثل إعفاء الإخصائيين من شرط الحصول على المؤهل التربوي للتعيين، كما وضع القانون شروطا جديدة لشغل وظيفة معلم بالإضافة لمكافآت وحوافز للمعلمين. هذا وقد اشتمل القانون أيضا على بنود تختص بمعلمي المدارس الخاصة ومنحهم نفس الحقوق التي تمنح لمعلمي المدارس الحكومية. ويتكون قانون التعليم الجديد من 7 أبواب رئيسية تضم الأحكام العامة والتعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والتعليم الخاص بمصروفاته وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى 170 مادة. المدارس والإدارة التعليمية عشان أهلا بكم مرة تانية، وندخل مباشرة للب الموضوع في حوارنا عن التعديلات التي يجب أن يتم إدخالها على قانون التعليم. طبعا بجدد الترحيب بدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ومن واقع مناقشاتكم على مدى شهور طويلة، إيه أهم أوجه القصور اللي رأيتوا أنها تستوجب التعديل في قانون التربية والتعليم الجديد؟ والله يعني هو مبدئيا أنا أحب أنوه عن إن كمين اللي موجود في التعديلات دي. طبعا هو قانون التعليم بيتناول كل محاور العملية التعليمية، فيها جزء عن الطالب، فيها جزء عن القواعد والقوانين المنظمة، فيها جزء عن المعلمين، فيها جزء عن النواحي الإدارية، عن النواحي المالية اللي بيتقاضاها المعلمون أو العاملين بالعملية التعليمية بصفة عامة. وبالتالي كان كل من هو مسؤول عن جزء في هذا القانون كان ممثل على طاولة المناقشات والتعديلات، وكان ممثل في نقيب الاجتماعيين، نقيب المعلمين. حاولنا أن يبقى كل الأطراف من داخل وخارج الديوان اللي هتكون منوطة بفايدة، يعني هتكون مقالها في النهاية للقانون، كان ممثل. وبالتالي يمكن احنا حاولنا من الحاجات تقريبا احنا ما فيش مادة لم يتم النظر إليها. احنا هو القانون اتراجع مراجعة دقيقة بكل أبوابه، بكل المواد اللي فيه، مادة مادة بقينا ندرسها نشوف ايه اللي فيها. بقدر الامكان بقينا بندور على مصلحة الطالب ومصلحة المعلم، يعني احنا ما طغيناش مصلحة احد الطرفين على الاخر. حاولنا ان لازم المعلم يكون واخد حقه لكيانه لاحترامه للقانون والقرارات اللي بتحميه، طالما هو في اطار الانضباط، طالما هو ملتزم، وطالما هو بيعمل اللي عليه فيبقى لازم ياخد حقه. وبالتالي برضو شفنا ايه اللي في القانون يجب انه يكون بيحمي الطالب طالما هو منضبط ومنتظم وفي القواعد والاطار اللي هو يخليه فعلا في الاخر شخص صالح للمجتمع. يعني احنا بصينا للموضوع من الطرفين وبدون تحيز لاي منهما. ان طيب في حاجات كتير بتبقى على الورق كويسه جدا بس بتصطدم بالواقع، يعني زي مثلا مشكلة الدروس الخصوصية، زي مشكلة الأعداد الكبيرة اللي موجودة في بعض الفصول اللي بتعوق عملية توصيل المعلومة، زي المناهج وصعوبتها والحشو اللي موجود فيها وعدم منطقية الترتيب الزمني أحيانا في مواد بعينها وما إلى ذلك. كل دي حاجات أو عناصر مهما حطيته من إصلاحات في المنظومة هتبقى يعني معوقة. حاجة معوقة، يعني هتبوظ أي خطة طموحة. فأنتوا هتعملوا إيه في المشاكل دي؟ دي مشاكل أزلية. صحيح. في العملية التعليمية الحقيقة. هقول لحضرتك، إحنا بالفعل وإحنا بنحط التعديلات إحنا حطينا قدامنا المعوقات قبلها، وبقينا بقدر، والسبب ده تم العمل داخل الوزارة
تقريبا بالتوازي في كل المحاور. يمكن اكيد سمعتوا ان الفتره اللي فاتت كان في تعديلات في المناهج، تعديلات سواء تم تعديل، تم حذف حشو، والحذف ايا كان في حذف هو لم يخل بالمضمون ان ايه اللي يتشال اللي فعلا مش هيأثر، وان اللي موجود هو اللي لازم يعني بيبنى على بعضه خلال العام وخلال الاعوام الاخرى. ده اللي تم فعلا. يعني انا عايزه اقول لك ان مركز تطوير المناهج ومستشاري المواد حقيقي الفتره اللي فاتت يعني كانت تعتبر غرفه عمليات الناس عشان نقدر نلحق انها تخلص وتروح المطابع، لان خلاص يعني يعني لان فعلا الوقت احنا بنقول ده لا ده لسه لا بيبقى الوقت قاتل يعني. فبالفعل ده تم في جزئية المناهج وتقريبا في كل المراحل وفي كل المواد. ويمكن كان لسه من كام يوم كانوا الناس بيعرضوا احنا عملنا ايه والنسب قد ايه في التعديلات، فابتدينا نبص للجزئية دي عشان ما يبقاش عامل معوق عشان نقدر ننفذ اللي احنا عايزينه. الجانب التاني بتاع الكثافات، طبعا في أماكن فيها كثافات عالية جدا يعني بالزبط. مش هننكر ده. وبالتالي خطة الوزارة على فكرة، ودي الخطة اللي أساسا منبثقة من الخطة الاستراتيجية للتعليم بتاعت الدولة، بيبقى محطوط إن كل سنة الوزارة هتبني إيه، الأبنية التعليمية شغالة على قدم وساق زي ما بيقولوا. وأنا عارفة إن بالرغم من ده إحنا مش هنقدر نوصل للنتيجة المثلى اللي إحنا عايزينها، ولكن ابتدينا نعمل ده. هي القضية ان انا مش هقعد اقول اصل اللي هيتعمل مش هيكفي فانا هقف مكاني، لان انا لكن لازم ابتدي واخد خطوات، وده بالفعل اللي حاصل. بالاضافة ان بقى في يعني يمكن معالي الوزير كان في تأكيداته، انت عارفة ان بقى في لقاءات جماهيرية بيعملها مع المديريات كل اسبوع، التأكيد اللي على كل مدير المديريات ان يحصل تنسيق ما بينه وما بين المحافظ علشان لو في اراضي احنا عندنا فلوس ونبنيها. ده كل اسبوع بيتقال، وبالفعل ابتدوا مدير المديريات يجيبوا اراضي والابنيه التعليميه ابتدت ترصد لده، وابتدينا ان احنا يعني هنبني زودوا عدد المدارس، عدد المدارس عشان نقلل الكثافات من الكثافه بالظبط. ويمكن محسوبه ان على مدار قد ايه المفروض انا محتاجه كم فصل عشان اوصل لعدد قد ايه، وبالتالي ده احنا ماشيين في خط. وطبعا الكلام ده مش هيتم حله ما بين يوم وليله اكيد، لكن ده شغالين فيه في ادي اطار الكثافات، شغالين فيها مع المجتمع المدني، شغالين فيها مع المحافظه، شغالين فيها مع الابنيه التعليميه، المناهج تم العمل عليها، شغالين في التنميه المهنيه للمعلمين. يمكن الفترات السنين اللي فاتت كان دايما بيتم التدريبات بصفه عامه على النواحي التربويه، ابتدى يبقى لا يبقى في تدريبات متخصصه للمواد يعني بجانب ده، يعني مش معناها ان ده تم الغائه، هو في تدريبات على النواحي التربويه بصفه عامه، وفي تدريبات على التخصص، ماده التخصص عشان المعلم يبقى قوي في مادته. صحيح، لان احيانا بيبقى في خلل في الجزئيه دي، احيانا ممكن يبقى سوء العمليه التعليميه، احيانا ما بيكونش منهج، احيانا ما بيكونش كثافه، لكن احيانا بيكون قدرات معلم، ومش دايما والعكس صحيح. فبالتالي ده كله احنا شغالين عليه بالتوازي. طيب، المشكله الكبيره الدروس الخصوصيه اللي هي جواها بقى في مشاكل تانية كتير طبعاً. يعني انه المدرس مش بيشرح كويس قوي في الفصل علشان الاولاد ياخدوا دروس خصوصيه، والدروس الخصوصيه بيبقى فيها استغلال الى حد كبير، وبيبقى فيه سوق تاني خالص طبعا للاسف للتجاره يعني، وفي تقريبا مدرسه موازيه بتاثر على المدرسه الاصليه طبعاً. انا يعني اعرف ان في مدارس الاولاد ما بيروحوش، يعني ما بيروحوش المدرسه إلا يعني عشان مثلا يمضي في كم اللي هو الحد الأدنى من الحضور عشان ما يتحرمش من الامتحان أو كده، بس ما بيعتمدش عليها خالص كمصدر المعلومة، هو حياته في السنتر أو في مركز الدروس الخصوصية. دي هتعملوا فيها إيه؟ بصي هقول لحضرتك حاجة، طبعا هي مشكلة صعبة وخاصة إن أحيانا المدرسين يعني إحنا أحيانا المدرس اللي بيتم إثبات ده عليه بيتاخد معاه الإجراء القانوني اللي بينص عليه القانون، ولكن احيانا احنا بنلاقي مشكله بنصطدم بيها ان اللي بيشتغل في السنتر ده مش مدرس، احيانا بيبقى فيه بيبقى دكتور مثلا طبيب ومهندس وخريج علوم وشاطرين وعم